نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت تمام يا شباب؟ برحب بكم في المحاضرة الثانية من جبهة الرئيسي. بتمنى الناس تكون رجعت على الحاجات اللي فاتت، والمرة دي بإذن الله نكمل المسيرة يعني، ونقدر نخلص الجواب السر فيسس خلال المحاضرة الجاية، وبعدين ناخد البرايمر فيسس في ثلاث محاضرات بإذن الله. طيب الناس اللي حضرت، حد فيكم أنتوا ليه مش بتعملوا تاسكات يا جماعة؟ بطلتوا تعملوا الحمد لله، يعني ما بقاش في حد يجيب لي أي تاسكات خير؟ ده دليل على أنكم مش فاهمين ولا في مشكلة إن شاء الله يعني؟ عليكم السلام. ما فيش حد بيبعت تاسكات خالص دلوقتي ليه؟ طيب أنا معلش المرة اللي فاتت الدرس مش موجود. لا موجود الدرس اللي فات موجود. أستاذ أحمد حسن، أحمد حسن مين بالظبط؟ أنهي واحد فيهم يعني؟ عشان بقى عندنا اثنين أحمد حسن. الدرس اللي فات المرة اللي فاتت موجود، موجود على اليوتيوب ونزل امبارح بس، وموجود على موجود على المنتدى يعني. طيب عموما يعني اتمنى ان انتم المرة الجاية تعملوا تاسكات او حد يبعت شغل لي على اساس التاسكات يكون بالظبط كان على التمبلت، بتعرفنا الناس واصله لحد فين، فاهمه لحد فين كده يعني. طب الناس اللي مش موجوده المره اللي فاتت قدرت تعرف ايه الدنيا ماشيه ازاي؟ وعليكم السلام. ولا كان صعب يعني المره اللي فاتت ما كانش في ناس كتير حاضره، فيا ترى اخبار الدنيا كانت معاها ازاي؟ قدرتوا تاخدوا محتوى يعني؟ قدرت توصل لكم نتيجة الكورس المرة اللي فاتت ولا في ناس مش قادرة توصل ليها المعلومة؟ من اللي ذكرتي تمام. الحقيقة مش فاكرة المثال قوي بس يعني ما ركزتش يعني. ماشي، بس لو كنت مطبقه يبقى حاجة كويسة يعني، ده حاجة كويسة يعني. اللي كان اونلاين كنت مطبق فيه قصه التمبلت، كنت مطبق فيه قصه التمبلت عموما تمام. طب تمام، هو الهدف ان انتوا توصل لكم المعلومه ايا كانت يعني، سواء وصلت مني او خدتوها من حد تاني الفكره يعني. النهارده باذن الله هناخد حاجه اسمها الاجكس، والمكتبه الخاصه بالاجكس هي مكتبه مزوده في الجافا سيرفر فيسز، موجودة عندنا بالفعل، احنا مجرد ان احنا هنستخدمها. وهي الاجكس عبارة عن جافا سكريبت مع اكس ام ال، تمام؟ عاوزين نعرف ايه الغرض من القصة دي، فيا ترى الشير شغال؟ انتوا كده شايفين الشير عندي ولا لا؟ الشير شغال يا شباب؟ الشير، وعليكم السلام. الشير شغال؟ كل الناس شغال الشير عندها ولا لا؟ طيب قصة الاجكس بنقول ان احنا في الامور العادية لو انا عاوزة استخدم مثال عادي فبعمل input و output وبعمل command button، تمام؟ الصفحة دي هتعمل ايه؟ اليوزر هيدخل نيم ليه وهنطبع له welcome رسالة فيها بتقول له مرحبا يا فلان، تمام؟ لما ندوس على command button ده في الظروف العادية، تمام؟ ودي الجافا بتاعتها ستر وجيتر بالاضافه لهلو زائد النيم. طيب عايزين نشوف الصفحه بتاعتها، الصفحه اهي لو انا عملت لها رن ودخلت هنا الداتا هيقول لي هدوس على شو مسج هيروح عمل لي هلو عهود، تمام؟ طيب ايه بقى ايه القصه؟ القصه ان انا بعمل بدوس كده شوفوا ايه اللي بيحصل، بيعمل ريلود مره ثانيه، بعمل ريلود للصفحه مره ثانيه، تمام؟ اهو شايفين السهم ده
كده معناها ان انا بروح للسيرفر وبرجع تاني. انا مش عاوزه كده بقى، انا عايزه الحته اللي او الجزئيه اللي انا شغاله فيها ما تاثرش على الصفحه كلها. مش عاوزه اعمل رولود للصفحه كلها، عاوزه اعمل تحديث للجزئيه اللي انا شغاله فيها بس. طب اهميه ده ايه؟ اهميه ده انه ما بيخلينيش تحميل يبقى على السيرفر كتير، بيخلي الاستجابه لليوزر سريعه، فبالتالي هيكون في تفاعل اكتر، يعني هيكون بيحقق نتائج اعلى بسرعه. تمام؟ طيب حد عنده مشاكل في الجزئيه دي؟ حد فاهم الجزئيه دي احنا ليه بنعمل الاجكس؟ اللي وصلت له اكتبي واحد. واحد تمام. واحد دي بتاعت الشير ولا بتاعت ان انت فهم؟ يعني انا عاوزه افهم الناس اللي وصلت لها قصه الاجكس، انا ليه بستخدم اجكس، ايه فايدتها، احنا لسه ما استخدمناهاش لحد دلوقتي. تمام يا شباب؟ ما وصلتلكوش؟ يعني عيدها تاني اقول هي وظيفتها ايه. او انا عامله اكيد ديسيبل للاول، انيبل اول، سوري سوري. تمام، وصلت لكم ايه الغرض منها، انا بستخدمها ليه. تمام. طيب عاوزين نشوف بقى مثال على استخدامها. استخدامها بيكون ازاي عشان انا نستخدم الاجكس وايه فائدتها. الاول هرن الصفحه دي ونشوف النتيجه بتبقى ازاي. طيب اجكس عموما عشان استخدمها بتبقى كالاتي. جوه الكوماند بتن زي ما انتم شايفين كده بحط اف اجكس. طب مين الاف دي؟ الاف دي نيم سبيس، جايباها منين واستخدمناها قبل كده؟ حد فاكر استخدمناها ولا لا؟ استخدمناها نيم سبيس فوق وبستخدمها تحت. تمام. طب ايه الاتربيوت الخاصه بالاجكس؟ عندي اكزكيوت وعندي ريندر. عندي اكزكيوت وعندي ريندر. اكزكيوت غالبا بنفذها على مين؟ على الانبوت، يعني هياخد من اليوزر وياثر على مين؟ على الاوتبوت. ريندر دي هتؤثر على ايه؟ على الاوتبوت. تمام. طيب تاثر ازاي او تتاثر او يعني تاخد من اليوزر ازاي او تاثر على ازاي؟ من خلال اي دي. يعني بعمل اي دي لكل كومبوننت، حط لهم اثنين اي دي مختلفين طبعا، وجيت فصلت معاهم بايه؟ بسبيس. جيت فصلت بسبيس. هو هنا مش بيعمل لي اي حاجه غير انه بيطبع المسج مرتين يعني، بس انا حبيت اوريكم الريندر ازاي بستخدمها. تمام. اهو نفس القصه بالظبط. وهكذا. ماشي. بيتأثر على الاثنين في وقت واحد. تمام يا شباب. طيب شايف الشرح؟ الصوت بيقطع. ليه الصوت بيقطع؟ الصوت كان تمام. طيب حد وصل له القصة اللي احنا قلناها؟ طيب برضو ما خدناش بالنا اذا كان هو بيرجع لليوزر ولا ما بيرجعش. هنا ما بيعملش ريفرش فوق، ودي الجزئية المهمة عندي، ما بيعملش ريفرش للصفحة فوق. شايفين؟ لو كتبت أي اسم تاني وبعمل شو ما بيعملش ريفرش للصفحة، عكس المرة اللي فاتت. طيب حد وصل له القصة؟ الناس اللي وصلت لها القصة ماشية ازاي يقولوا لنا؟ أو أعيد الجزئية دي من أول وجديد. يفضل الإعادة. تمام. ما حدش وصلت له؟ حدش خالص وصلت له؟ علشان الصوت. هو إيه الصوت؟ ماله صوت؟ ماله يعني صوت راح؟ طيب كان قطع في جزئية. طيب تمام.
طيب انا هقول تاني. ماشي يا شباب، خلاص انا هقول تاني، كان بيقطع خالص. طيب ماشي. هقول الجزئية دي تاني، الحتة اللي احنا بنشرح فيها، الجزئية اللي احنا بنشرح فيها ايه الغرض منها؟ الغرض الرئيسي منها ان انا عايزة ادخل برسالة ترحيب او في جزئية معينة اليوزر يدخل داتا ما يعملوش ريلود للصفحة زي هنا كده، يعني هنا ما يروحش للسيرفر ويرجع لي تاني، هنا بيعمل ريلود للصفحة. انا مش عاوزاه يعمل كده، عاوزاه يعمل ايه؟ عايزاه يدخل يابديت الداتا من غير ما يروح للسيرفر ويرجع تاني، تمام؟ ما يعملش رولود للصفحه. طب عشان انفذ القصه دي بنفذها ازاي؟ بعمل حاجه، بستخدم مكتبه او نيم سبيس اسمها اجكس، تمام؟ طيب الاجكس دي بستخدمها ازاي؟ مبدئيا بحط اف اجكس. مين الاف دي؟ هي عباره عن نيم سبيس استخدمناها قبل كده، نيم سبيس موجوده جوه الجافا سيرفر فيسز. طب النيم سبيس دي الاجكس ايه الاتريبيوتس الخاصه بيها؟ عندي اتنين مبدئيا، عندي اتنين اتريبيوت، اكزكيوت ورندر. طب اكزكيوت بتاخد ايه؟ بتاخد سترنجايه وهي عباره عن الانبوت، بتاخد سترنجايه وهي عباره عن الانبوت، تمام؟ طب الرندر تاخد سترنج برضو وهي عباره عن الاوتبوت. بمعنى ايه كده بالعادي؟ يعني انا باخد من اليوزر وباثر على الاوتبوت، باخد من الانبوت وباثر على الاوتبوت، تمام؟ يبقى هاخد من اليوزر من خلال ايه؟ اي دي، بسمي لكل واحده فيهم اي دي، انبوت نيم مثلا، وحطيته في الاكزكيوت، نفذ لي، روح نفذ لي، هات من اليوزر الداتا، تمام؟ وفي نفس الوقت اثر على مين؟ اثر على الاوتبوت اللي هو اس 1 واس 2 من خلال الاي دي. طيب عشان الاثنين اي دي استخدمهم ازاي؟ يعني ممكن اخد من اكتر من اي دي؟ ممكن اخد اكتر من اي دي، بكتبهم جنب بعض بس بيبقى بينهم سبيس، بكتبهم جنب بعض بس بيبقى بينهم سبيس. ماشي يا شباب؟ بس فبالتالي كده استخدمت الاجكس. طيب عشان استخدم الاجكس ايه اللي حصل؟ لما جيت هنا كتبت اي اسم وعملت شو مسج، اثر لي، ظهرت لي النتيجه في اتنين اوتبوت، وفي نفس الوقت ما راحش على السيرفر ورجع تاني، ما عملش رولود للصفحه، بعكس الصفحه دي، بعكس الصفحه دي بيروح ويرجع، بيروح تاني ويرجع على السيرفر، شايفين؟ بيعمل رولود للصفحه. يا شباب حد فاهم حاجه؟ وصلت ولا لا؟ وصلت، أستاذ محمد وصلت، تمام. مين كمان وصلت له؟ باقي الناس؟ عايز أتأكد إنها وصلت لمعظم الناس تقريبا يعني. محمد رمضان، محمد رمضان، أحمد حسن، طب تمام. طيب، نبص تاني. طيب على الجزئية دي، نبص ممكن أستخدمها من غير جوه الإنبوت الكوماند بتن، ممكن أستخدمها لوحدها كده، تمام؟ ممكن استخدمها من غير كوماند بتن، تمام؟ طيب استخدمها ازاي من غير كوماند بتن؟ بنفس الطريقه، هقول له اكزكيوت اسم الانبوت تكست، واكزكيوت غالبا بتبقى مع الانبوت تكست، ورندر اثر على مين؟ عاوزه النتيجه تظهر فين؟ في الاوتبوت اس 1 واس 2 اللي هما الاي دي. طيب لما يحصل ايه بقى؟ لما يحصل كي بريس، يعني لما ايه؟ اكتب على الكيبورد، تمام؟ طيب عاوزين نشوف القصه دي ماشيه ازاي؟ اهو بلاش مثلا حرف، اهو شايفين؟ تمام، من غير ما يحصل رولود للصفحه، من غير ما اعمل، من غير ما يروح لليوزر للسيرفر. وصلت؟ وصلت؟ وصلت الجزئية دي؟ وصلت، تمام. بسرعة بس، كل الناس اللي وصلت لها تكتب واحد، تمام. ده مثال بسيط جدا على مين؟ على الأجكس.
برضو عندي أمثلة تانية هتوضح لي نفس القصة دي، يعني عاوزين نبص على كذا مثال عشان نأكد المعلومة. ماشي يا شباب؟ طيب المثال ده كبير شوية، بيعرض لي أكتر من مثال خاص بالأجكس. في أول واحد عرض لي ريندر، قال لي الريندر، والمثال ده بيعمل أبديت للتايم. ماشي، بيعمل أبديت للتايم. طب معلش انا هخلي المثال ده للاخر، هستخدم مثال غيره معلش، يعني ثواني بس. الصوت راح، الصوت راح يا شباب. لا الصوت موجود. مثال تمام. طيب تمام، طيب نشوف المثال ده، وهو عبارة عن أول صف، أول run هنا ما بيأثرش خالص، ما بي مش عاملين له خالص أجكس إطلاقا، يعني الجزئية دي command button بيشو number، بيعرض لي number random يعني، تمام، وحاطط نمبر اي دي، وبيروح على راندمايز، دي عباره عن ميثود جوه الجافا، تمام، نمبر جنريتور، هي ميثود بتعمل ايه؟ بتجيب النمبر عباره عن راندم يعني، تمام. لو انا دوست كده الرن بتاعها اهو، لو دوست كده هيعمل ايه؟ هتلاقي الصفحه كلها بتعمل ايه؟ بتعمل ابديت. ليه؟ على اساس ان انا هنا مش حاطه اجكس. ده مثال ان مفيش اجكس. طب انا مش عاوزه الجزئيه دي، لا انا عايزه جزئيه ما يروحش للسيرفر، فهنزل تحت كده نشوف بقى هو عاملها ازاي. نفس المثال ده بالظبط، بس حطيت اجكس جوه كوماند باتن، تمام، وقلت له انا عايزه اثر على النام فيلد، تمام، ريندر النام فيلد، ما قلتلوش اكزيكيوت ولا اي حاجه عشان انا مش باخد من اليوزر حاجه، تمام، وحطيناها جوه كوماند بطن. المثال اهو، شوفوا الصفحه مش بيحصل لها ريلود، دي بس الجزئيه بس دي هي اللي بتتغير، تمام. لكن الاول شوفوا ايه اللي بيحصل، الصفحه كلها بتتغير. انا مش عايزه كده، انا عايزه ده. طيب نشوف تحت كده جزئيه تاني، في انبوت، اليوزر بيدخل انبوت، تمام، وفي كوماند بطن بيروح على ميثود بتعمل راندوم برضو، وفيها اجكس، الاجكس بتاخد من اليوزر وبتعرض جوه ايه؟ جوه اوتبوت، بترندر على ايه؟ على اوتبوت اللي هو المثال ده. يعني هكتب مثلا اتنين، نفترض يعني، واقول له شو نمبر، يعرض لي الراندوم بتاعه كام او الرينج بتاعه كام، عباره عن ارقام راندوم، اي رقم. احنا اللي يهمنا في الجزئيه دي مش الميثود بتعمل ايه، احنا الميثود بتجيب لي داتا، داتا راندوم، مش دي قصتنا. قصتنا فين بقى؟ في السطر ده، ازاي اكتب السطر ده، وازاي اخد من اليوزر، وازاي اثر على الاوتبوت، تمام، هو السطر ده اللي يهمنا. طيب عندي حاجه تانية، عندي يوزر بيدخل كاستمر اي دي، بيدخل باسورد، تمام، وبيعرض لي نتيجه، بيعرض لي على اوتبوت. طب هو بياخد من اكتر من انبوت، نعملها ازاي بقى؟ حد يقول لي كده من الناس اللي مركزه، بياخد اكتر من انبوت، نعمل ايه؟ بياخد اكتر من انبوت، نعمل ايه؟ حد يقول لي كده هنعمل ايه؟ المفروض نكتبهم ازاي؟
يعني انتوا ما بتجاوبوش ليه؟ مش واصلك ولا ايه؟ طيب هقول اهو، هو هنا المفروض ادخل اي دي، تمام كده ماشي، وهدخل باسورد، تمام، واقول له شو كارنت بالانس كده يعني، ماشي الحل. انا خدت اتنين انبوت تمام، وعملت اجكس والشو كارنت بالانس، وهأثر على هنا، هتظهر النتيجة في الاوتبوت ماشي. في الظروف العادية كنا بناخد الريندر هنا كام؟ عملها ازاي؟ هناخد الاي ديهات بتاعتهم، ممتاز مظبوط كده، هناخد الاي ديهات تمام. هاخد اتنين اي وافصل بينهم بايه؟ وافصل بينهم بايه؟ لو مركزين، لا لسه قايلها من شويه، بسبيس، عشان كده انا بسال. باخد الاي دي ايوه بس تمام، باخد الاي دي وبفصل بينهم بسبيس. في طريقه ثانيه ممكن اخد بيها الاي دي من غير ما افصل بسبيس، اعمل ايه بقى؟ اد فورم، اعمل اد فورم. اد فورم دي معناها ايه؟ معناها ان انا ممكن اخد من اكتر من انبوت، اخد اكتر من انبوت، يعني نفترض ان عندي خمسه او سته انبوت، مش هقدر بقى اخد الاي دي هات، افضل اخد الاي دي هات وبعدين افصل بسبيس، لا انا اخد اد فورم على طول تمام. في الاكزكيوت اد فورم يعني ايه؟ خد لي الاي دي هات كلها. طب وفي الريندر اكتب له اسم الريندر اللي انا عاوزه ايه؟ عاوزه النتيجه تظهر عليه اللي هو الاوتبوت تكس، اخد الاي دي بتاعه وخلاص واكتبه هنا، فتظهر النتيجه زي ما احنا شايفين كده. اخد الاي دي فوق والباسورد واقول له شو كارنت بالانس، تظهر النتيجه هنا من غير ما يعمل رولود للصفحه. ماشي يا شباب؟ طب سؤال، هل ينفع ان انا اثر على اكتر من اوت بوت؟ ايوه ولا لا؟ طيب بعمل ايه؟ بعمل ايه بقى؟ أأثر ازاي او اخد ايه؟ تمام، هاخد برضو الاي دي، لا هاخد الاي دي نفس القصة، وهاخد الدي بالظبط كده نجاح. تمام، يبقى هاخد الاي بي الاي دي سوري، وهفصلها برضو بسبيس، مش الانبوت، مش الانبوت، الاوتبوت. محمد، استاذ محمد رمضان، مش الانبوت، انا بتكلم على الاوتبوت، بتكلم على اللي هيتاثر عليه. الاكزكيوت للانبوت، الريندر للاوتبوت، يبقى ينفع برضو يكون عندي اوتبوت تاني تمام بنفس الطريقه كده. رول دي تمام، واغير هنا مثلا اخليه مسج 2 واخده هنا فوق واحطه في الريندر بسبيس. ماشي، ونعمل رولود للصفحه احنا بقى اللي هنعملها يعني عشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي. اهو نكتب الاي دي الباسورد، هو طبعا مسهل لي الدنيا وكاتب لي الاي دي هات والباسورد، اهو ظهر عندي مرتين. ازاي؟ ان انا خدت اتنين ريندر يتأثر عليهم في مع بعض، اتنين اي دي وفصلت بينهم بسبيس تمام. فوق هنا خدت اد فورم، طيب برضو عندي جزئية تانية وهي عبارة عن باخد درجة الحرارة بعرضها باجكس وبقول أثر لي أو عاوزة النتيجة تظهر في اتنين أوت بوت، وده اللي كنا بنتكلم عليه من شوية، فقلت له ريندر لاتنين أي دي، سي فيلد وكي فيلد تمام. والإيفنت إمتى؟ لما كي أب، زيها زي كي بريست اللي هي هنا، ياخد درجة الحرارة أي ده أي رقم، وأول بكتب يروح عامل إيه؟ النتيجة بتتغير من غير
طبعا هو في ميسد وراها، يعني في ميسد لو رحنا عليها تروحوا عليها تبصوا عليها هتكونفيرت درجة الحرارة دي، تمام؟ هتبصوا عليها وهتشوفوا هو عاملها ازاي الميسد، سهلة يعني، تمام؟ بس دي جزئية. طيب عندنا حاجة تالتة، طريقة تالتة، التريبيوت جديد عاوزين نبص عليه. خدنا اكزيكيوت اللي هي اد فورم، وعرفنا بتعمل ايه. اد فورم بتاخد اتنين او انبوت او اكتر، تاخد اكتر من انبوت واحد. اد فورم يعني تاخد الفورم كلها اللي جوه الفورم دي، تمام. ريندر يعني مين الاوتبوت اللي هيحس بالنتيجه، اللي هو هنا عندي اجكس 2، تمام، جوه الفورم دي، تمام. طب ايه بقى اون ايفنت؟ اون ايفنت ده هي عباره عن جافا سكريبت. ازاي اخلي جافا سكريبت تشتغل من جوه الاجكس دي لو انا عايزه اعمل كول لميثود جوه جافا سكريبت؟ فبعمل اون ايفنت دي من خلالها بكول ميثود جافا سكريبت. جافا سكريبت عندي هنا حطاها في الفايل، هنا الجافا سكريبت دي اهي موجوده مكتوبه وجاهزه، تمام. وفي نفس الوقت جيت هنا جوه الصفحه بتاعتي عملت ايه؟ لازم جوه الصفحه بتاعتي عملت لينك للجافا سكريبت فوق في الهيد زي ما اتعلمنا قبل كده. دي بالطريقه العاديه، وممكن استخدمها بالطريقه الثانيه بتاعت الجافا سكريبت اللي احنا استخدمناها في الجافا سيرفر فيسز. وناديت على الميثود هنا من خلال ايه؟ اون ايفنت. اون ايفنت بعمل كولينج لميثود في الجافا سكريبت. طب الميثود دي بتعمل ايه بقى؟ هنشوف اهو. اي دي 01 ونفس الباسورد، هي بتروح على نفس البينه اهي. الجافا سكريبت بتعمل دي الجزئيه دي، بترلود كده وبتعمل داتا فروم سيرفر. هي دي، هي الجزئيه دي، هي دي جافا سكريبت اللي بتعملها. هو عاوز يوريك ازاي تستخدم جافا سكريبت من جوه، من جوه ايه؟ من جوه الاجكس. لو انت عاوز ترن ميثود معينه في الجافا سكريبت تعمل ايه؟ تكتب اون ايفنت، تكتب اسم الميثود، تمام، جوه سبان كده بتحط اي دي ليها على اساس ترن، تمام، وفوق كده بتكتب الفايل فين، الفايل بتاع الجافا سكريبت ده زي ما اتعلمنا قبل كده. طيب مفيش صوت؟ مفيش صوت؟ لا في صوت يا جماعه. تمام، حطيت الاجكس داخل الجافا سكريبت؟ لا هو انا ما حطيتش الاجكس داخل الجافا سكريبت، هو احنا حطينا الجافا سكريبت جوه الاجكس. معايا استاذ محمد عبد الرحيم، انت عاشق للجافا سكريبت طبعا. من الناس اللي عندهم مشكله مع الجافا سكريبت. لا حطيناها اهي. احنا حطينا مين؟ مين اللي اتحطت جوه مين؟ دي جوه دي. لا احنا حطينا دي جوه دي، حطينا الجافا سكريبت، استخدمنا سكريبتايه جوه الاجكس بتاعتنا. المفروض ان انا بعمل اجكس على الكوماند باتن ده، حطيت جوه ايه بقى؟ من ضمن الاتريبيوت بتاعته ان ايفن. اون ايفنت دي بتعمل ايه؟ بتكول ميثود جافا سكريبت. وصلت ولا لا؟ تمام، ما فيش مشاكل يعني. لا انا بقى. طب هقول تاني، اوكي هقول تاني. احنا قلنا من شويه ان الاجكس يا جماعه عشان استخدمها جوه الجافا سيرفر فيسز بستخدم الاف، تمام، وبقول له اجكس، متفقين على كده؟ طيب الاف اجكس دي ايه بقى الاتريبيوت الخاصه بيها؟ عندي اكزيكيوت، عندي ريندر، عندي اون ايفنت. اون ايفنت دي ايه دورها في الحياه؟ دورها ان انا لو عندي ميثود اسمها ميثود
جافا سكريبت وعايز استخدمها، بستخدمها من خلال اون ايفنت ده. يبقى انا جبت ميثود ان الجافا سكريبت او سكريبتايه استخدمتها هنا من خلال ايه؟ من خلال الاجكس. بس هو ده الحوار يعني. ده مثال برضو ما يختلفش كتير عن اللي احنا خدناه دلوقتي. تعال نبص عليه برضو. طيب معلش سؤال، بحدد المخرجات بالتحديد ازاي؟ يعني المخرج ده الاسم والمخرج ده العنوان وهكذا، ازاي اعمل كده؟ لا مش فاهمه اللي انت قلته استاذ محمد عبد الرحيم. مش فاهمه قصدك ايه، مش فاهمه يعني ايه المخرجات، يعني مش فاهمه تقصد ايه بالظبط. طيب ده نفس ال يعني الصفحه دي ما بتعملش شيء جديد غير ان هي بتاخد انبوت اي دي، تاخد باسورد، وبتعرض لي البالانس بتاع الراجل ده من خلال اكزكيوت ات فورم. فورم اللي هي بتاخد اثنين انبوت ورندر بتاثر على الاوتبوت. لو كان قصدك، لو انا فهمت صح يعني ازاي بقول ان ده انبوت وده اوتبوت، من خلال كلمه انبوت تكست واوتبوت تكست، لو زي ما انا فهمت. المثال ده بيعمل ما بيعملش شيء جديد غير اللي احنا عملناه، مش جديد يعني، هو جايبه لوحده بس يعني. أكتر من مكان هأثر فيه، لا معلش واحدة واحدة كده عشان أفهم بس. يعني إيه أقول إن ده يظهر في ده وده يظهر في ده؟ مين هما ده ومين ده؟ يعني مبدئيا كده مثلا، اي انا عاوزه مثلا قول لي مثلا هتظهري الاسم تمام وكلمه السر تمام. كل اوت لوحده، انت عاوز كل حاجه تظهر في حاجه لوحدها تمام. هاخد الانبوت ده واوتبوت، عاوز كل حاجه تظهر لوحدها ازاي؟ طيب سيبني اقول لك. فهمت خلاص، انا فهمت انت عايز تقول ايه، وصلتني المعلومه يعني. طب سيبها لاخر النهارده كده تمام. خلاص انا فهمت انت عاوز تدخل الاسم فيظهر في الاوتبوت ده تمام. تمام طيب ماشي. نبص على المثال الثاني. عندي راندوم كولرز، والراندوم كولرز ده في مشكلة. لو انا عندي حاجة هتأدي لألوان، فالاجكس مش شغالة مع الألوان للأسف الشديد. يعني أي حاجة فيها بيجي كولر الاجكس مش شغالة معاها، وده ليميتيشن يعني، دي جزئية فيها عجز عند الاجكس. اي حاجه فيها فيجي كولر تمام مش هتدينا نتيجه. اي حاجه فيها فيجي كولر مش المفروض ان احنا نستخدمها تمام، لكن اي حاجه فيها تكست عاديه هنستخدم اي دي عاديه. اي حاجه فيها فيجي كولر كده هي ما عندهاش الامكانيه دي للاسف تمام. كل الأمثلة دي طبعا انتوا عارفين انها من موقع كور سيرفلت. المثال ده عبارة عن ان انا بأبديت الكاونت كاونتر يعني ماشي، فانا باخد بدوس على الكوماند بتن بيظهر لي في الكاونت العداد يعني عداد، فما بتعملش اكتر من اللي هو ريندر، بيرندر على الريزلت يعني بتظهر النتيجة هنا في الريزلت تمام. بدوس هنا بيأبديت سوري هي الأول واحدة بتأبديت التايم، سوري في واحدة أبديت تايم، أبديت تايم ده بيعمل لي إيه؟ بيأبديت التايم عندي والأي دي بتاعها
يعني دي أمثلة ما فيهاش جديد بالنسبة للي احنا قلناه من شوية. ده كاونتر بيأثر فين؟ في الكاونتر ريزلت، الاي دي بتاعت الكاونتر ريزلت، تمام؟ ده هياخد من اتنين، من اتنين ويرندر على واحد، هياخد من اتنين ويرندر على واحد، هياخد داتا ويجمعهم. تمام، ده كاونتر عداد وده تايم. طيب نشوف البيج 1 وبيج 2. بيج 1 وبيج 2 هي عبارة عن زي لعبة حظ كده يعني، وعامل لها مسج جوه البين، ببص على المسج اللي فيها، وهو بيرندر في نفس المكان، يعني هو هما الاثنين بيرندروا على نفس البيج مسج، البيج مسج سوري. يعني انا هقول له تراي يور لك ديفيت لوز، طب جيف اب، كلهم بتظهر النتيجه هنا فوق، تمام. بس رندر، وعندي رندر الاثنين على بيج مسج اللي هو فوق ده، try your luck و give up and restart. ده الاكشن بيروح على اي دي واحد. الشاشة بيضة تاني. وصل لحد كده يا شباب؟ في مشاكل لحد كده؟ حد عنده مشاكل لحد كده؟ حد عنده مشاكل؟ محدش عنده مشاكل الحمد لله. طب تمام، طب عاوزين نبص عليها كنظري كده. بنقول ان الاجكس، ان الجافا سيرفر فيسز بتسبورت الاجكس، تمام، وان انت ممكن تابديت الاليمنت من خلال اوتبوت تكست، بوت تكست سيلكت وان منيو، يعني الحاجات دي كلها ممكن نعمل فيها ابديت. طيب انا التاسك بتاعت المره دي، انا مش عارفه انتوا قاعدين لكم مرتين ما بتعملوش تاسك، هل لان التاسك صعبه ولا انتوا خلاص زهقتوا؟ مش عارفه. عموما التاسك بتاع المره دي جزء منها عباره عن ازاي اعمل ابديت على سيلكت وان منيو. يعني ايه؟ يعني هختار في قايمه فيظهر لي في اوتبوت، او اختار في قايمه فياثر يعمل لي ابديت في قايمه ثانيه، ويا ريت سيلكت وان منيو تاثر على قايمه ثانيه، تمام. يعني مثلا اختار مدينه، فالمدينة تعرض لي أو محافظة تعرض لي المراكز بتاعتها، تمام؟ أو أختار كورس، أو أختار مثلا جامعة من الجامعات فتعرض لي الكليات بتاعتها، تمام؟ دي التاسك المرة دي. طيب بنقول الأجكس فيها مجموعة من الأتريبيوت زي ريندر، إكزيكيوت، إيفنت، وان، وأون إيفنت. ريندر وقلنا إيه هي الأيديهات اللي هيتم، اللي هيتم تحديثها، او ايه هي الاي دي اللي هيحصل فيها تغيير من غير ما ارجع للسيرفر. اكيود، ايه هي الاي دي اللي انا هاخدها من اليوزر، هتروح يحصل لها مراجعه سيرفر وترجع لي تاني، ماشي. الايفنت، الايفنت ده لو انا بستخدم الايفنت، يعني مثلا هل هو كي بريس بكتب، هل هو مثلا ان انا ماوس هوفر، ايا كانت الايفنت دي. اون ايفنت دي جافا سكريبت فانكشن نيم، الجافا سكريبت اللي انا هستخدمها. وجايب لي مثال عن الاجكس، وغالبا بتكون جوه كوماند بتن او كوماند لينك، تمام. وكاتب لي الريندر وفاصل بينها وبين الاي دي والتاني بسبيس، واكزكيوت فاصل بينها وبين بين التاني بسبيس، والايفنت وان ايفنت كاتب لي ازاي بيتم تشغيلها، تمام. جايبهم لي تاني بشرح تفصيلي ليهم بقى. قد يكون الايفنت تشينج اون تشينج، لما اغير في محافظه فيحصل تشينج فاليو. عندي ايميديت
اللي هي سريعا يعني، او اعملها دلوقتي يتم دلوقتي. عندي اتريبيوت اسمه ليسنر، والليسنر ده يمكن هنتعرف عليه اكتر المره الجايه، وهو عباره عن ميثود بتكون جوه الباكج بين، يعني بتكون ميثود جوه الباكج بين وانا بعمل لها كولينج من خلال الاي ال اكسبريشن. عندي ان اورر، وهو عباره عن جافا سكريبت برضو، لو انا عاوز اعمل، لو حصلت مشكله روح ناديلي اعمل لي كول لجافا سكريبت، ميثود جافا سكريبت، تمام؟ في ان اورر، تمام؟ اون ايفنت جافا سكريبت، ازاي اعمل كول لجافا سكريبت. ريندر، وهو قلناها من شويه ازاي اعمل ابديت على، وده مثال للريندر، جايب لي مثال للريندر، جايب لي مثل اكزيكيوت على حده كل واحده لوحدها يعني. بنقول ان عندي ثلاث او ثلاثه at this، يعني على ال element ده، at this، at form، at all. كل at form يعني كل ال component اللي جوه ال form دي، at this ل element واحد جوه، وده ال default. يعني انت لو ما استخدمتش خالص، لو ما استخدمتش في اي واحدة فيهم، سواء ال render او سواء ال execute، الاتنين دول فيهم نفس الخواص دي، يعني عندهم خاصية at this، at form، at all، وفي at none، تمام؟ بس دول الاكثر استخداما ات فورم. لو انا ما استخدمتش اي واحده من دول هيبقى الديفولت عندي ات ذس، تمام؟ ات فورم هي عباره عن الحاجات اللي موجوده في الفورم دي، سواء الانبوت او الاوتبوت. طب ات اول هي اللي موجوده جوه البيج كلها، دي الاربع الثلاث حاجات اللي موجوده عندي ممكن استخدمها في الاكزكيوت اتريبيوت او استخدمها في الرندر اتريبيوت. قلنا من شويه ايه هي الليميتيشن جوه الجافا، جوه الجافا سيرفر فيسز مع الاجكس، هي الخاصه بالالوان، وعندكم المثال بصوا عليه اكتر، تمام؟ وجايب لي المثال هنا، بنقول ان اي حاجه ان كل دول اوكي ماشيين معديين الا ده، هو اللي قال ليجل، هو قصه الفونت كلر، ما ينفعش لو هو هيتحول عندي فيها فونت كلر، ما ينفعش، ما ينفعش اطبق عليها اجكس، ما ينفعش اخد الاي دي بتاعها اجكس. ليه؟ لان السطر اللي فوق ده اخر سطرين دول اللي هو اوتبوت فاليو، لو انا هيجيب النتيجه بتاعته عباره عن بلو، هي بتاعته هتكون الوان، فما ينفعش اطبق عليها اجكس، ودي الليميتيشن الموجوده في الجافا سيرفر فيسز، تمام؟ بيقول لي كرر جنريشن كانت بي جاستيفايد، لكن عندي التكست ما فيش مشكلة فيه. ماشي يا شباب، حلو جدا. انا اساسا مش شايفة انتوا، طيب استاذ يونس، مش عارفه ده يعني هل هي فرانكو ان شاء الله يعني، ولا ده فرنساوي يعني، يمكن انا ثقافتي ضعيفه، فحضرتك ممكن تكتب لنا بس انت عاوز ايه يعني. طيب استاذ احمد حسن بتقول فهمت ان يكون على مستوى الفورم موجوده فيها صح ريندر، لا مش فاهمه برضو، هو واضح ان انا اللي فيها عندي مشكله يعني. قول تاني، قول اللي انت عايز تقوله تاني يا استاذ احمد حسن. واستاذ يونس نفس القصه برضو، قول لي انتوا الاثنين قصدكم ايه، هو ايه في مشكله ليه يا جماعه؟ انا قلت لو عندكم مشكله قولوا، انتوا ليه مش كتبتوا يعني، في مشكله في الكتابه ولا ايه؟ اكشن اوف فورم ريندر سند اكشن اوف فورم، هي مش بتسند، هي بيحصل ابديت فيها، ريندر بيحصل ابديت فيها. بمعنى الآتي، ريندر هي الأوتبوت، ريندر هي الأوتبوت، لكن اللي بيحصل بتروح للسيرفر وبترجع هي الإكزيكيوت. مش أنا مثلا، نفترض مثلا أنا عايزة أجمع رقمين، تمام؟ لو عاوز أجمع رقمين بحط أول رقم وبحط تاني رقم،
بيروحوا للميثود، الميثود دي بتكون على السيرفر، يجمع الرقمين وترجع لي بالنتيجة. تمام؟ عليكم السلام. بترجع بالنتيجة. تمام؟ ابديت فورم. فالنتيجة دي هترجع فين بقى؟ هترجع في الاوتبوت. وصلها لك يا استاذ احمد حسن؟ عليكم السلام. لا اوكي، شكلها كده يعني اللي هو نخلص يعني. لا ما شرحتوش الحقيقة. ما شرحتوش. تمام؟ أستاذ أحمد حسن. تمام. ماشي. طيب احنا كده يعتبر يعني إلى حد ما قلنا الجزئية الخاصة بالأجكس الموجودة في المكتبة الخاصة بالجافا سيرفر فيسز دي جزئية. يعني يمكن انتوا مش عارفة، عندي احساس كده ان استقبالكم ليها ضعيف، ده احساس الشخص يعني، او يمكن انا مش قادرة اوصلها بالشكل الكافي. تمام؟ ده برضو ما يمنعش ان انتوا نبدأ ندور في القصة دي. يعني يعتبروا اللي انتوا خدتوه ده انترودكشن او هو تفتيح مواضيع ليكم، وانتوا حاولوا تدوروا على الجزئية دي تفهموها اكتر. بس كل اللي عايز اقوله ان الهدف من الاجكس او مكتبة السريع، الشرح السريع شوية سريع. طب اوكي، انا خلاص انا هشرح الجزئية الجديدة دي وهرجع اعيده تاني. تمام؟ عشان بس نفصل ونرجع تاني. تمام. تمام. انا هشرح جزئية جديدة دلوقتي وخمس دقايق يعني بعد ما نشرح ده هرجع تاني على القصة دي. ماشي؟ معلش انا هرجع تاني عشان عندي احساس ان الموضوع بالنسبة لكم مش مظبوط، يعني في حاجة مش صح. طيب حد فاكر الفيسز كونفيجريشن؟ حد فاكر الاسم ده او سمع عن الاسم ده قبل كده؟ الفيسز كونفيجريشن مين ده؟ شفناه فين الفيسز كونفيجريشن؟ تمام. ايوه بالظبط كده، المحاضره اللي فاتت. تمام. بنستخدمه في ايه؟ configuration faces XML. تمام. بنستخدمه في ايه بقى؟ او استخدمناه المره اللي فاتت في ايه؟ في موضوع اللغات، او ان انا اسجل في ايه؟ اسجل في ايه؟ الريسورس اللي عندي، الريسورس باندل اللي عندي. تمام؟ تمام. طيب المرة دي برضو أنا هستخدم الفيسز كونفجريشن في تسجيل حاجات تانية. إحنا قلنا قبل كده إن أنا ممكن أعمل المانج دي بين اللي عندي بالطريقة العادية، إن أنا أحط فوق هنا فوق اسم الكلاس آت مانج دي بين. أدور لكم على أي حاجة يكون فيها، يعني احنا في الطريقه العاديه بنكتب كده ات مانج دي بين، دي الطريقه العاديه ات مانج دي بين. تمام؟ وبديها اسم، وممكن ما اديهاش الاسم. ماشي الحال؟ وانت بتكريت هو بيسالك انت عايز تضيفها للكونفجريشن ولا لا. لو قلت له لا بيعملها بالطريقه اللي احنا شفناها دي اللي هي ات مانج دي بين. طيب لو انت عاوز تضيفها لفايل اكس ام ال، فهو الفايل الوحيد اللي هتروح فيها هو فيسز كونفجريشن اكس ام ال. طب الفيسز كونفجريشن اكس ام ال ده عباره عن ايه؟ عباره عن فايل اكس ام ال بيتم فيه كتابه عن طريق التاجات. تمام؟ طيب انا هنا اول حاجه مسجلها ايه؟ مانج دي بين نيم. يعني انا اقدر اسجل المانج دي بين بتاعتي جوه الفايل ده، وبالتالي بديها اسم. الاسم ده اني نيم، يعني الاسم ده اختراعي انا. تمام؟ طيب اسم الكلاس،
ولازم يسبقه ايه؟ الباكج. يعني عندي الكلاس دي، كلاس دي اللي هي نافيجيشن، جوه الباكج اسمها كلر سيرفلت، وبالتالي شلت مانج دي بين من هنا، هات مانج دي بين من هنا، تمام. وبعدين قلت له السكوب بتاعها ايه، البينه بتاعتي دي متشافه على اي نطاق، تمام. في الحاله اللي قبل كده لو انا حطيت هات مانج دي بين وما حطيتش، فالديفولت عندي ريكويست، لكن هنا فيزن ما عنديش ديفولت، لازم احط سكوب. طيب لا ما عنديش ديفولت، او سيشن، او سيشن ابلكيشن ريكويست، ايا كان ال ايا كان السكوب اللي عندي. يا شباب وصلت الجزئيه دي؟ وصلت ولا برضو الشرح سريع؟ ايه حلو، حلو السؤال ده. السؤالين برضو احلى من بعض. ايه هي احتياجي لان انا اعمل كده او افضل الحالات؟ يعني انت استخدم الحالة دي وانت استخدم الحالة دي. لو انا عندي البروجكت اللي انا بشتغل فيه امكانياته محدودة، مش هستخدم فيه بيانات كتيرة، فانا بلجأ للحالة العادية اللي هات مانج دي بي، هات مانج دي بي، تمام. لو انا عندي باكج كتير باكج، وعندي كلاسز كتير، تمام، فانا بستخدم الطريقه دي. لو عندي باكج كتير وكلاسز كتير، فبضطر احول كل الفايلز اللي عندي فايل واحد، علشان ما افضلش ادور يا ترى لو حصل تغيير عندي. نفترض مثلا ان انا عاوز اغير في الاسم ده، نفترض، فما افضلش ادور في كل الباكج يا ترى الكلاس دي فين، لا، هيبقى عندي فايل واحد وفيها كل الكلاسز. يعني معنى كده ان انا ممكن اضيف اكتر من بينه جواها، تمام، ممكن اضيف اكتر من بينه. وبالتالي اهو لو انا ضغطت يمين كده وقلت له انسرت مانج دي بين، واهو اكتب اسمها، اسم الكلاس والسكوب بتاعها، بس طبعا اسم الكلاس مسبوقا باسم ايه؟ باسم الباكج. ماشي يا شباب؟ يبقى انت بلجا لل او ايه الظروف اللي بتدعيني ان انا استخدم الفيسز كونفجريشن اكس ام ال، هي ان انا اكون بشتغل في بروجكت كبير، عندي باكج كتيره، عندي كلاسز كتيره، وممكن احتاج لبعض التعديلات، فبالتالي بجمعهم كلهم في فايل واحد اللي هو الفيسز كونفجريشن دوت اكس ام ال. الفيسز كونفجريشن بعرف فيه المانج دي بين، هو انا الحقيقه مش بكتبه، هو وانس ان انا عملت كده وكريت مثلا مانج دي بين، كريت جافا سيرفر مانج دي بين، وكتبت وقلت له اد تو كونفجريشن فايل، هو بيعمل كل حاجه. هغيرها مثلا واخليها دي اس، ماشي، وقلت له السكوب سيشن او ابلكيشن او فيو او نان، اي واحد فيهم بيقول لي النيم بتاعها دي اس والسكوب كذا، خلاص كده هيضيفها لي، تمام. والباكج اسمها ديمو، لو حبيت اغير الباكج برضو نفس القصه، واقول له فينش، تمام. هو ممكن يبقى عندي هنا مشكله، لان اعتقد ان الفايل ده لا، في كونفجريشن، تمام، اهو راح جابها لي اهو، مكريتها لي وانا ما كتبتش اي حاجه في الدنيا. طبعا ده عشان كان عندي الفايل ده متسجل فيه ريسورس قبل كده، ريسورس مانجر. لو هو الفايل ده مش متكريت، انا ممكن اكريته زي اكريت فيسز كونفجريشن اكس ام ال، بقف هنا على الويب انف وبقول له انا قلت المره اللي فاتت ازاي بكريته، وبقول له فيسز كونفجريشن وبكريته، خلاص كده بقول له فينش، بيتعمل عندي. لا مش هي، لا مش هي مش هي مش هيكتر لي مراحل تنفيذ الامر وهيطول دوره حياته ولا اي حاجه، بل بالعكس، لا خالص، لا ده كده بيجمع لي الدنيا في مكان واحد.
لا كده بيخلي الكلاسز عندي في مكان واحد، الباكج كلها معروفة في مكان واحد، مش هيخليني، مش هيأثر على الأداء العام ولا حاجة، بالعكس هيكون كل الفايلز عندي في مكان. مش عارفة الاسم، معلش ممكن تكتبي لي الاسم بالعربي عشان أنطقه، أو إذا كنت فاهمة مش فاهمة يبقى واحدة صح؟ طيب يا ريت تكتبي لي الاسم بالعربي عشان أعرف أنطقه مظبوط، دي حاجة. تاني حاجة مش فاهمة برضو السؤال للأسف، هنعمل لهم كلهم مانج دي بي، مش فاهمة. فتيحة، فتيحة صح؟ اسم غريب، ما اعتقدش انه اسم بنت يعني. عموما السؤال بيقول لو انا عندي، مش فاهمه، لو عندي اربعه فيسز كونفيجريشن، لو عندي اربعه فيسز كونفيجريشن هعمل لهم، هنعمل لهم كلهم مانج دي بي، والسؤال كده صح؟ انا بنطق السؤال كده صح؟ امال ايه؟ لو عندي اربعه مانج دي بي هحطهم كلهم في فايل واحد؟ لو عندي أربعة مانج دي بي هحطهم كلهم في فايل واحد صح؟ بالظبط كده. لو عندي مش أربعة مانج دي بي، عندي 10 مانج دي بي هحطهم في فايل واحد، المشكلة يعني هو هيحطهم لي بالطريقة دي. ما هو وليه نبعد بعيد يعني؟ هو عندي مثال اوريدي موجود أهو، عندي فايل في مانج دي بي أهو، واحدة أهي وفي واحدة تاني تحت أهي، وممكن اكريت واحدة ثالثة، وممكن اكريت واحدة رابعة، ايه المشكلة؟ هو بيعمل كل مانج دي بي بيديها اسمها، بيديها الكلاس بتاعتها بالباكج، وبيديها السكوب بتاعها، دي اول واحدة. تاني واحدة فوق اهي، واحدة تاني واعطيها السكوب بتاعها. لو كريتنا واحدة تاني دلوقتي، لو انا وانا قاعدة دلوقتي تاني اهو، هنعمل مانج دي بي هنا، ما تخيل هنعمل بي، هنخليها نفس الاسم واقول له اد داتا تو كونفيجريشن فايل، واقول له فينيش ماشي، واخلي السكوب بتاعها. نبص على راح اهو عملها لي اهي مانج دي بي اهو، وقال لي ريكوست. لو عملت واحده ثالثه لو عملت وهكذا، وصلت؟ هنعملهم كلهم في كونفيجريشن واحد، وصلت؟ تمام تمام كده. ده بالعكس توحيد العمل شيء مهم يا جماعه، يعني ان انت ما تدورش زي قصه الفولدر. يعني انا لو عندي فولدر وحاطه فيه كل الفايلات الخاصه بالجافا سيرفر فيسز اسهل، ولا انا احط الجافا سيرفر فيسز في كل حته على الكمبيوتر؟ لا، توحيد نطاق العمل بيبقى شيء سهل، بيخليني ارجع للحاجات بسرعه واعرف تصنيفيا هي فين. ماشي، اتفهمت قصة البين ازاي اضيف البين جوه الكونفيجريشن الفيسز كونفيجريشن؟ لو اتفهمت ادوني واحد، ات ما اتفهمتش. واحد، اوكي واحد تمام. طيب يبقى كده عندنا استخدام تاني، استخدام للكونفيجريشن. اول استخدام ليه ان انا كنت بستخدمه في ان انا اسجل الريسورس بندل الخاص بيه البروبيرتيز فايلز، تمام. وتاني استخدام ليه ازاي احط فيه بين مانج دي بين، وقلنا من شويه وانا بكريت البين بضغط على كلمه اد تو كونفيجريشن فايل، او من خلال ان انا اقول له انسيرت واقول له المانج دي بين. بس ما انساش وانا بكتب اسم الكلاس لازم اكتب اسم البيج عشان ما يعملنيش مشكله او يقول لي انا مش شايف البين دي او مش شايف الداتا بتاعتها. طبعا الاسم ده هو الاسم العادي اللي احنا كنا بنكتبه هناك ات مانج دي بين، والنيم هو ده النيم اللي انت بتكتبه، ده النيم المستعار اللي هتستخدمه، تمام. والسكوب ده هو اللي احنا عارفينه من قبل كده. طيب احنا بقى عايزين ناخد جزئيه ثانيه في الفيسز كونفيجريشن، وده يمكن هو اللي دخلنا الفيسز النهارده. احنا عايزين نشوف الكونفيجريشن في شكل جديد بيعمل حاجه مختلفه. طيب نبص على المثال ده. المثال ده هو بيج A
بيقول لي نيكست بيج بيوديني الايه لبيج بي، نيكست بيج بيوديني البيج سي، نيكست بيج بيقول لي انت كده ايه انتصرت يعني. تمام. طيب هو عبارة عن ايه القصة دي؟ عاوزين نشوف بيج ايه وبيج سي وبيج والكلام ده كله. طيب مبدئيا كده صفحة واحد هي عبارة عن صفحة جافا سيرفر عادية خالص، ما فيهاش اي جديد، فيها حاجة واحدة بس، فيها كوماند بتن مكتوب عليه نيكست بيج، وفيها الاكشن بيروح ل ميثود اسمها دو نافيجيشن جوه النيف هاندلر. تمام. والنيف هاندلر من شوية احنا عارفين ان هو اسم، الاسم ده مابنج للكلاس دي. طيب الميثود دي بتعمل ايه؟ بتاخد رقم راندوم. تمام. الرقم ده لو هو اكبر من نص بتوديني لكونتينيو، لو لا بتوديني الفيل. تمام. وما عملناش كونتينيو دي ايه ولا فيل دي ايه، ما عرفناش دي كونتينيو دي هتودينا لفين ولا فيل هتودينا لفين، وهو ده بقى اللي هنشوفه في الفيسز كونفجريشن. بنقول الاتي، بقول لو هو فيل هيدخلني على، لو هو فيل وديني لديفيت اكس الصفحه دي اللي هي ديفيت. تمام. لو هو كونتينيو وديني بقى حته تانيه بالراحه. تاني سيبكم من اول سطر ده، سيبكم من اول سطر هنشرحه بعد شويه. خلينا في نافيجيشن رول. النافيجيشن رول دي هي عباره عن مجموعه حالات. يعني ايه؟ زي المثال اللي احنا بنقوله دلوقتي، لو نجحت وديني كذا، لو سقطت وديني كذا. طب عاوزين بقى نعرف لو نجحت، لو سقطت الاول هيعرض لي الصفحه دي. الصفحه دي عباره عن ايه؟ الصفحه دي عباره يو ار فيلر اللايف، انت فاشل في الحياه، هي دي الصفحه. لو انا سقطت هيعرض لي الصفحه دي. طب انا لو نجحت بقى، لو انا نجحت هيقول لي الاتي. لو انا جوه الايه، جوه البيج اللي اسمها اي دوت اكس اتش تي ام ال وقال لي كونتينيو، يعني انت نجحت، يبقى المفروض اشوف صفحه اسمها ايه؟ بي. تمام. طب رحت البي ونجحت كونتينيو هروح السي. طب في السي ونجحت اللي هي كونتينيو هشوف فيكتوري. يبقى انا جوه الايه ورحت من خلال الميثود اللي اسمها دو نافيجيشن، رحت عليها قلت له بترجع بترترن حاجتين كونتينيو فيل. في حاله كونتينيو يبقى هدخل على صفحه البي. تمام. هروح البي هقول له ايه؟ هرجع للميثود دي تاني، هيقول لي كونتينيو. لو قال لي كونتينيو طبعا هو راندوم، يعني انا وحظي لعبه زي لعبه الحظ. هروح السي لو انا بقى انتصرت فيقول لي ايه؟ فيكتور. لعبه هي مش اكتر من لعبه. فيكتور هيقول لي ايه؟ يو ار ا سكسس ان لايف. طيب انا المثال ده كله بعرضه ليه بقى؟ انا ماليش دعوه بقصه المثال قد ما ليا دعوه بحاجه اسمها نافيجيشن رول، وده اللي بعرض عليه النهارده. ايه نافيجيشن رول؟ بقول له في حاله الفيو اي دي، يعني الصفحه اللي انا جواها فروم فيو اي دي، الصفحه اللي انا جواها اللي هي في حالتنا هنا ايه؟ اول صفحه احنا دخلناها هي الصفحه دي ايه؟ طبعا هو بيبقى الصفحه دي تو فيو اي دي من خلال الصفحه اللي انا واقف فيها دلوقتي. فبقول له في كيس لو قال لي كونتينيو ادخل على ايه؟ تو فيو اي دي، تروح للصفحه دي. طب كونتينيو دي عباره عن ايه؟ عن السترنجايه اللي احنا محددينها هنا. هيعرض لي البي. تمام. دي اول كيس، اول كيس في الرول بتاعتي. انا جوه الايه دخلت على رول جديده، انا جوه البي
تمام. انا دخلت جوه البي دلوقتي، قلت له نيكست، سوري نيكست، هيعرض لي البي، انا جوه البي في حاله كونتينيو، هيعرض لي السي تو فيو اي دي سي النافيجيشن كيس اللي عندي. تمام. طيب انا جوه دلوقتي السي، دخلت على السي، انا كده خسرت اصلا. لو انا دخلت السي تمام، هيعرض لي الصفحه اللي اسمها فيكتوري ديف، الصفحه دي. يبقى انا عاوز اعرف ايه؟ عاوز اعرف قصه النافيجيشن رول. النافيجيشن رول ايه؟ هي عباره عن فروم فيو اي دي، فروم اوت كام، جوه الكيس تو فيو اي دي، يعني اشوف انهي صفحه وابدا ارجع تاني. عندي الكلمات اللي بستخدمها فروم فيو اي دي، الصفحه اللي انا بتجول من خلالها، الصفحه تو فيو اي دي الصفحه اللي انا هشوفها، ودي السترنجايه اللي هي جوه الكلاس. عندي كونتينيو، وعندي كونتينيو في حاله النصر، وعندي فيل في حاله الفشل. تمام. طيب النجمه دي بقى ليه، او الاستريك دي ليه؟ الاستريك دي معناها ان الفيل شغاله معايا في كل الحالات، ان انا ممكن عشان انا راندوم في اي مرحله من المراحل ان انا اتعرض وادخل لصفحه ديفيكت اللي هي الفشل دي. الفيل دي امتى؟ الفيل دي هي الاسترنجايه اللي موجوده هنا، ان انا بجرب حظي، فبالتالي الاستريك دي معناها في كل المراحل دي انا ممكن ادخل الكيس دي. فانا حاطه استريك من فوق كده على اساس ان هي مرحله قد ادخلها في اي وقت. ربنا يستر وتكون وصلت. تمام. ايه يا شباب، ايه الاخبار؟ حد يقول لي الدنيا عامله ازاي؟ وصلت؟ طب كويس. هو نفس الاعمال سابقه وحاجه تاني، يعني اعتقد ان انت لو كتبتها في الجافا هتاخد الصوت قطع. الصوت لا، الصوت مظبوط، لا الصوت مظبوط. يعني انت حاول تكتبها كده. احنا كنا من عملنا نافيجيشن قبل كده، حد فاكر بنعملها ازاي؟ ريتيرن بي، ريتيرن سي، كده يعني جوه الجافا، صح؟ لكن احنا عندنا كيسز عامله زي السويتش بالظبط، لو حصل كذا اعمل كذا، لو حصل كذا اعمل كذا، صح ولا غلط؟ معايا في الجزئيه دي ولا لا؟ تمام بالظبط. يعني هي الى حد كبير فيها ريدايركت، بس هو توجيه للصفحات او اداره للصفحات يعني. ماشي. نافيجيشن، ربنا يكرمك يا رب ويكون حقيقي يعني. اسهل في النافيجيشن طبعا. طب بصوا معايا هنا، ده مثال تاني بيقول ايه؟ ستارت بيج، عرض لي ريزلت بيج 2. لو رحنا تاني نفس الصفحة، هو ده راندوم برضه للأسف يعني. بيج 3 ممكن يعرض لي بيج 3، وممكن يعرض لي بيج 1. لا، عرض لي 2 شورت. ايرور مسج تو شورت، عشان بدخل حرف واحد بيستري. ربنا يكرمك. طيب يا شباب بصوا عندنا دلوقتي المثال ده برضو نفس القصه. عندي مجموعه صفحات تمام. مش عارفه برضو يعني، عندي احساس انه لو الامور برضو لما تاخدوا الوار هتقدروا توصلوا للمعنى الحقيقي كل واحد فيهم. الصفحة الأولى دي نفس القصة بالظبط، بياخد مني مسج معينة تمام. المسج دي لو هي أقل من 3 هيعرض لي ايرور، هيعرض لي ايرور مسج تمام. طيب لو هي مش أقل من 3 هيعرض لي صفحة من 3 صفحات، يا ريزل 1 يا ريزل 2 يا ريزل 3. جميل الكلام. طيب نشوفها واحدة واحدة. اولا دي ريزلت، احنا مش عاوزين ريزلت، عاوزين ستارت بيج 1. ستارت بيج 1 بياخد انبوت من اليوزر مسج تمام، وبيروح على
سيمبل بيروح على دون نافيجيشن في سيمبل كنترولر. سيمبل كنترولر بتاخد مسج بتعمل لها ستر وجيتر وبيقول لي لو المسج دي اللينس بتاعها اقل من 2 اعرضي له تو شورت تمام، انس رجعي له بيج من الثلاثه دول عباره عن راندوم، يا بيج 1 يا بيج 2 يا بيج 3 تمام. طب عاوزين نعرفها هو عاملها ازاي في الكونفجريشن. اولا معرف المانج دي بي هنا اهو اسمها مسج هاندلر تمام، هو مسميها مسج هاندلر لكن هي اصلا الكلاس بتاعتها اسمها سيمبل كنترولر، والسكوب بتاعها ريكويست. بيقول لي بقى لو انت في ستارت بيج 1 عندي احتمال ان انت هتروحي لتو شورت اللي هي ايرور مسج. ليه؟ لان انت مدخله المسج بتاعتك اقل من 3 تمام او اقل من 2 سوري. طيب ممكن تشوفي بيج 1، بيج 1 دي عباره هتروح على فين؟ على ريزلت بيج 1. ممكن تشوفي بيج 2 وهي عباره عن ريزلت بيج 2. ممكن تشوفي بيج 3 وهي عباره عن ريزلت بيج 3. ماشي الكلام؟ في اعتراض على الكلام ده؟ يعني بالمعنى البلدي كده ان الصفحه دي الفيسز كونفيجريشن هي ترجمه للجافا، بس انا كتبت جافا هنا قليل وعملت النافيجيشن هنا جوه ايه؟ الفيسز كونفيجريشن. وممكن انسرت النافيجيشن رول والنافيجيشن فيسز من هنا تمام؟ اكتبهم ماشي الحال. طيب تو شورت هي عباره عن السترنجايه اللي هنا اهي تو شورت. طب بيج 1 بيج 2 بيج 3 هي عباره عن هنا اهي بيج 1 بيج 2 بيج 3. تو فيو اي دي هي الصفحات الحقيقيه، يعني دي سترنجايه لكن دي الصفحات الحقيقيه، ريزلت 1 ريزلت 2 ريزلت 3. ريزلت 1 كلهم زي بعض على فكره، بيعرض لي المسج بس ليس الا. وده المثال الاول. اه لو دخلت حرف واحد هيقول لي ايرور، وبعدين لو دخلت يعرض لي واحد او اثنين او ثلاثه، اي واحد فيهم على اساس انهم راندوم. وصلت لحد كده يا شباب؟ وصلت لحد كده تمام. طيب نشوف بقى عندي حاجة تانية start page 2 نبص عليها نفس القصة. لو أنا كاتبة 2 هيقول لي message page، لو كاتبة 1 هيقول لي error page. نشوف القصة دي ماشية ازاي. أولا هي بتروح على حاجة اسمها message handler تمام، وهي اكستند نفس القصة دي ما فيهاش جديد، يعني هي نفس القصة دي نفس النافيجيشن ده، بس نشوف هو عاملها ازاي في الكونفيجريشن، عاملها بشكل مختلف. عاملها ازاي؟ جه عمل الاتي، قال لي انا جوه ستارت بيج 2 تمام؟ وفي حالتين عندي، يا اما يعرض لي تو شورت وبالتالي هيروح على ايرور مسج، يا اما هيروح لفيو تو فيو اي دي مسج بس بيج بس، يعني هما حالتين، يا تروح لدي يا تروح لدي، مش اكتر من كده. تمام؟ دي طريقة من الطرق. هو اختصر كل الطريق ده طالما الصفحات يعني دي ودي ودي الثلاثة زي بعض. فممكن كنا عملناهم واحدة بس نخليه يروح لواحدة في الايرور وواحدة في المسج. دي طريقة. نشوفه كاتبها بطريقة تانية. هنا معرف البين، خلاص احنا عرفنا البين. هنا معرف الستارت بيج. بيج 1 بيج 2 حاطط التو شورت فوق هنا وحاطط بيج 1 بيج 2 بيج 3. عامل هنا ستارت بيج 2 حاطط لي تو شورت ايرور مسج في بيج 1، هو معرفهم بيج 1 بيج 2 بيج 3 وكلهم نفس الصفحه. فهو اختصرها فين؟ في الكونفجريشن اللي قبل كده كان مختصرها كلهم يروحوا على نفس الصفحه وخلاص، يعني يا اما يروح لده يا اما يروح لده، وشال هنا الفروم اوت كام دي، هو خلاص تو فيو اي دي وشال من هنا دي خالص تمام، راح عامل لي هنا كده.
يعني بدل النموذج ده هو جابها اختصرها هنا في النموذج ده. في طريقة تانية بقى تالتة بقى، عمل ايه؟ قال ان التو شورت دي في الصفحتين هيتعرضوا، اللي هما من الصفحتين اللي هما دول، يعني لو دخل على الصفحة دي المفروض في ايرور. انتوا معايا؟ لو دخل على الستارت فيها ايرور، لو انا كتبت كده هيبقى فيها ايرور، ولو دخل على الستارت بيج 2 هيبقى فيها ايرور، تمام؟ فراح وحدها، راح عمل ايه بقى؟ فقال نافيجيشن عندي للكل، نافيجيشن للكل، التو شورت يروح على الايرور، يعني في الحالتين. يبقى هو اختصر الطريق في الحته دي، في حاله الايرور للصفحات كلها ادخل على الصفحه دي، وراح حاطط مين؟ حاطط الاستريك، تمام؟ وجي بقى راح عمل ايه؟ ستارت بيج 1 يبقى بيج 1 روح لريزلت 1، بيج 2 روح بيج 3 روح لريزلت 3. طب ستارت بيج 2 بيج 1 روح لمسج 1، بيج 2 روح لمسج 2، بيج 3 سوري روح لمسج بيج. طب ما ينفعش ان هم الثلاثه دول زي ما كان عاملهم قبل كده ويختصر ويشيل كل الكلام ده ويحط مسج بيج 1 واحدة منهم؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ما ينفعش ادمج ما بين الاستريك دي وان انا احذف كل الاوت كام من هنا. تاني هقولها تاني، من شوية احنا قلنا ان هو اختصر الطريق وعمل كده، اختصر الطريق هنا في الصفحة دي وعمل الطريقة دي، قال في التو شورت روح للايرور، وفي الحالات التانية روح للمسج، تمام؟ لكن هو جه جاب لي طريقه جديده وقال لي انا قلت لك في الايرور ممكن تعمميها على كل الصفحات، صفحه الايرور ممكن تعمميها على كل الصفحات، معلش الفايلز كتير بقى، الايرور ممكن تعمميها على كل الصفحات، بس لو هتعملي الطريقه دي ما ينفعش غير انك لازم تفردي كده، تعملي كل واحده لوحدها بالطريقه دي، ما ينفعش تشيلي دول كلهم الاول وتحطي واحده بس، ما ينفعش ندمج ما بين الطريقتين. آخر واحدة عامل كل واحدة لوحدها في ستارت بيج عامل تو شور وعامل بيج 1 بيج 2 بيج 3، تمام؟ في ستارت عامل كل واحدة لوحدها الايرور بتاعتها والكلاسز بتاعتها والصفحات بتاعتها. طيب في حد عنده مشاكل يا شباب؟ وصلت ولا الدنيا صعبة ولا ايه؟ يا شباب وصلت؟ طب حد يقول لي كده مختصر بسرعة كده احنا كنا بنقول ايه؟ ايه الكلام ده؟ الجزئية اللي انا شرحتها الأخيرة دي. الشباب راحوا فين؟ مش حد قاعد مشوا؟ طبعا انا مش ببص على الاتندنس، ملف ده له استخدامات كتير. لا والله بجد يعني الحمد لله انه ليه استخدامات كتيره، تمام. طيب انا عاوز اعرف، كناش نعرف بالظبط كده بالظبط، الملف ده دي ثالث يعني كده استخدمناه ثلاث مرات، هو اي فايل اكس ام ال بيكون ليه اهميه كبيره، تمام. انا عاوز اعرف بقى نافيجيشن، حد يديني مختصر عن النافيجيشن، يعني عاوز افهم هل انت وصلت لكم المعلومه ولا لا. اعرف له كم استخدام؟ الدنيا واسعه يعني. لا ما اعرفش. طيب عاوزين نعرف بس دلوقتي النافيجيشن دي، حد يقول لي مختصر ليها ازاي بعمل نافيجيشن، يعني مثلا استخدام الاستريك امتى؟ استخدام، عاوز اكتر من حد يجاوب يا جماعه وبسرعه. لما بيكون لا مش غير محدد او عام، استخدام الاستريك تعميم، يعني ايه تعميم؟
طب ما أستاذة فتيحة ممكن حضرتك تكتبي معانا كلنا عشان يعني ما بقاش أبص هنا وأبص هنا. يعني استخدام الأسترك لما يكون عندي صفحة مثلا ايرور وعندي أكتر من صفحة، أكتر من مكان، عاوزة أطبقها على أكتر من مكان، فبعملها فوق تمام وأقول كده تطبيق على الكل تمام. طب هل ينفع أدمج الأسترك والطريقة المختصرة اللي احنا قلناها لو عندي كذا صفحة بتخش على صفحة واحدة ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ في حالة المسج، يعني في حالة المسج كلهم بيدخلوا اللي هي كانت ستارت بيج 2، ينفع ان انا كلهم بيعودوا على صفحة واحدة كده زي المثال ده كده. يعني المثال ده، المثال ده عطيني شرح مسج 1 بيج 1 تروح على مسج بيج، مش بيج 2 بتروح على مسج بيج، مش 3 بتروح على مسج بيج، كلهم بيروحوا على نفس الصفحة تمام. فقلت من شوية ان انا ممكن اختصرهم تمام. لو انا اختصرتهم ما ينفعش احط التو شورت فوق، ما ينفعش احطها باسترك فوق، ما ينفعش استخدم الطريقة دي، الطريقة دي مع كلهم مع ان انا اشيل ما ينفعش. تمام. وما حدش كتب حاجة. طيب تمام ماشي يا شباب. عندي طريقة تانية وأخيرة للنافيجيشن. بقول لو أنا عاوز أعمل نافيجيشن بسيطة، الأمور سهلة معايا، ما عنديش أمور صعبة زي اللي أنا فيها، بقول له بيج إيه، وأنا جوه بيج إيه عاوز أروح لبيج 2 أو بيج بي أهو كده، سهلة الدنيا. فبعمل إيه؟ جوه الأكشن بقول له بيج بي، وجوه البي بقول له بيج إيه. طريقة سهلة خالص، ودي اللي احنا متعودين عليها. روح للصفحة الفلانية، لا روح للصفحة الفلانية. الحالات العادية، الحالات اللي انا مش محتاج فيها عاوزة اعمل نافيجيشن كتير تمام. انا عاوزة اعمل اكتر من حالة، كيسز عندي كتير عاوزة يروح في حالات معينة، فبالتالي بلجأ للقصص دي. لكن لو الامور سهلة بالنسبة لي عاوزة اروح من صفحة لصفحة، فبعملها في الكوماند باتن او بعملها جوه الجافا. يعني انا لو كتبت جوه الجافا هنا كده في الصفحة دي، قلت له مثلا لو المسج طلعت غلط اقول له ريتيرن تو شورت او ريتيرن تو بيج 1 وخلاص خلص الحوار. يعني لو كانت الامور سهله، لكن انا الامور مش عندي سهله، ده انا عندي امور صعبه، عاوز عندي كذا خيار يعني تمام. عندي نفترض انا هاتيكم مثال سهل، يعني مثال ما فيهوش داتا كتير، بس لو الداتا كتيره او الصفحات مختلفه عن بعض هتحسوا تمام، هتحسوا قد ايه هو مهم. طيب النافيجيشن كده في مشاكل يا شباب؟ في حد عنده مشاكل في النافيجيشن؟ نو نو، واحد بس استاذ احمد محمد عبد الجواد. ليه بقى؟ باقي الناس عندهم مشاكل يعني؟ تمام. طيب انا هتاكد بس من حاجه، أستاذ أحمد حسن موجود اللي قال لي بتشرحه بسرعة تمام، عشان أراجع بس على الأجكس. الفايل ده بيقول لي إمتى بتكون الأمور فيها أولويات يعني تمام. بيقول لي حاجة كمان، بيقول لي ده خاص بالنافيجيشن، بيقول لي لو أنا عندي نافيجيشن في أسترك ونافيجيشن تانية في نفس الصفحة يعني فيها الفول باص يعني، فهو ده اللي بيكسب، اللي على اليمين هو اللي بيكسب تمام. بيقول لي كمان ان انا ما اقدرش استخدم زي ما قلتها من شويه، لازم اشيل الفروم او القبل. نفس القصه يعني، بيقول ان الفول باز بياخد اولويه عن النجمه. من الحاجات اللي ممكن استخدمها هي الاف، ممكن استخدم الاف ستيتمنت جوه النافيجيشن رولز، ممكن استخدمها يعني تمام. بستخدمها في حاله الترو او في حاله الفورس، بس بتريتيرن مسج منين؟ من جوه الجافا. ماشي يا شباب.
في حاجة قبل ما امشي واسيب النافيجيشن برضو عاوزة اقولها، ناخد بالنا ان هنا from outcome، لان هي احيانا الناس اللي بتستخدم الاكليبس بيطلع لها from action، هي from outcome، عشان الحاجات دي ممكن ما تخليش النافيجيشن عندك مظبوطة، او ان الصفحة ما تعملش صح، ما تعملش نافيجيشن مظبوط يعني، تمام؟ فهي from outcome مش from action، تمام؟ بس ده كل الحاجات الخاصة بالنافيجيشن على ما أعتقد. طيب هرجع سريعا تاني على الأجكس بصورة يعني في خلال 10 دقايق، هحاول أقول اللي أنا قلته بس بطريقة تانية يمكن ما قدرتش أوصله بالشكل الكافي. طيب بشكل مبسط، دنيا بسيطة وسهلة، أنا محتاجة من اليوزر إن هو يدخل على الويب أبليكيشن عندي ما يعنيش، تمام؟ طب عشان ما يعنيش مش عاوزة أعمل رولود للصفحة، وخاصة لو الصفحة بتاعتي فيها حاجات كتير، إحنا بنعمل حاجات بسيطة وبنلاقي الصفحة بتتأخر شوية، تمام؟ لأنها بتروح السيرفر وبترجع. أنا بقى مش عاوزة اليوزر عندي عالي، تمام؟ فبعض الكومبوننت هعمل ليها حاجة اسمها أجكس، ماشي؟ بعض الكومبوننت هعمل ليها حاجة اسمها أجكس، مش أنا اللي هعملها، هي موجودة، مكتبة موجودة ضمن الجافا سيرفر فيسز، أنا يا دوبك بستخدمها. طب عشان أستخدمها بستخدمها كالآتي: مبدئياً بحط نيم سبيس الخاصة بيها هنا فوق، تمام؟ ولو حضرتك كتبت اف أجكس هتلاقيها وشلت والمكتبه دي مش موجوده، هيعمل لك ايرور، فبالتالي هيقول لك اعمل لها امبورت، تمبورتها، تمام؟ طيب المكتبه دي ازاي استخدمها؟ بستخدمها من خلال اكزكيوت، من خلال الاتريبيوت اللي اسمها اكزكيوت، من خلال الاتريبيوت اسمها ريندر، ومن خلال الايفنت، ماشي الحل؟ طيب بالنسبه للسؤال اللي كان بيساله استاذ محمد عبد الرحيم، انا عاوز الانبوت ده والاوتبوت ده هما اللي يتاثروا بس، بكتب اساميهم هما بس. بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا بقول له عاوز اكزكيوت على ايه؟ على الانبوت ده، يرندر على مين؟ على الاوتبوت ده، نفترض ان انا هشيل اس واحد، تمام؟ بس في حاله ايه؟ الايفنت لما يحصل ايه؟ لما كي بريس، لما اضغط على الكيبورد، بس هو دي كل القصه. فايدة العملية دي ايه؟ فايدة المكتبة دي ايه؟ فايدة القصة دي كلها ايه على بعض؟ ان انا ما اعملش رولود للصفحة، هو السطر الكود ده اللي بيخليني ما اعملش رولود للصفحة. احنا من شوية خدناه باشكال كتيرة، خدناه بايه؟ خدنا ان اكزيكيوت دي ممكن اعمل فيها اكتر من انبوت بوكس، بس افصل بينهم بسبيس. طب اللي مكتوب ده الاسترنجات دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الاي دي للانبوت ده. في الريندر نفس القصه، باخد النيم بتاع الاي دي الخاص بالاوتبوت ده. طب انا عاوز الانبوت ده والاوتبوت ده يتاثروا بس، يبقى باخد اساميهم هم بس، عاوز اثنين ثاني غيرهم نفس القصه، تمام؟ فانا بكتب اهو ده بس اللي اتاثر. ليه؟ لان انا ما خدتش الاي دي بتاع ده، ما قلتلوش اس واحد، شلت اس واحد. لو رجعت عملت سبيس وكتبت اس واحد وسيفت ورجعت تاني هنا، في الحاله دي هضطر اروح للسيرفر، تمام؟ راح خدهم معايا. هو انا لو عملت له ريستارت وبدل من اول جديد هيشتغل تمام يعني، فهو مهنج تقريبا. طيب بدانا نشرحها تاني هنا، ما عملتش شيء جديد، اضفت الاجكس للكوماند باتن ده عشان تظهر النتيجه على الاي دي ده، فاخدت الاي دي ده وحطيته هنا بس، قلت حاجتين تانيين، قلت طب انا لو عاوزه، لو عندي اكتر من انبوت عاوزه اثر عليهم، واوت بوت عاوزه اخد منهم واثر على الاوت بوت، فبالتالي باخد الايديهات بتاعتها وافصل بينها وبين التانيين بسبيس،
زي هنا يعني مثلا عاوز اخد من اكتر من انبوت، فباخد من الان وباخد من ايه، باخد الاي دي وباخد الاي دي ده، تمام، وبفصل بينهم بالبيس. طب الريندر هيأثر على مين؟ على دي، تمام. اهو المثال عندي اهو، هاخد من هنا ارقام طبعا، ماشي، ويجمع ويروح عامل لي النتيجة هنا. عملت ده ازاي؟ عملتها كده، خدت من input 1 n 1 و n 2 كتبتهم هنا في الاكزيكيوت، تمام، ورحت حطيت النتيجة فين؟ في result، result ايه؟ sum result. اللي تحت بقى، اللي تحت في الاثنين دول في الكوماند باتن ده، في الكوماند شوفوا انا عاوزه اثنين كوماند باتن يروحوا الاوتبوت واحد اللي هو ده تحت اخر واحد ده، تظهر النتيجه فوق وهكذا. فخدت اسم ده لوحده، خدت في كوماند باتن لوحده، وده خدت في كوماند باتن لوحده، تمام. وقلت له رندر على مين؟ على بيج، اللي هو لو انا بقول استاذ محمد عبد الرحيم، لو انا عاوز اعمل حاجه لوحدها، لو انا عاوز اعمل يبقى اعمل كل واحد لوحده للاسف يعني، تمام. بس ده كل الحوار يعني. قلت برضو من ضمن الحاجات اللي قلناها، قلنا ان عندي حاجه اسمها اون ايفنت وان ايرور، ودول خاصين بالله وانا عاوز اعمل كولينج للجافا سيرفر فيسز. اون ايفنت وان on event، on event و on error، ماشي الحال. طيب انا لو عاوز اهو ده نفس المثال، مثال بيعرضوا نفس ده من غير اجكس خالص، ده بيمشي عادي. عاوز اضيف له اجكس، بقول له اهو اسم النام فيلد اللي هو ده، باخد من النام فيلد، ماشي، واحد نام فيلد واحد، هيأثر على ريندر، هيأثر على يعني ايه؟ يعني هشو نمبر من هنا، ده جنريتور نمبر راندوم يعني، هشوفه فين؟ في الاوتبوت ده، فاخدت النيم بتاع الاوتبوت ده، بس ده خاص بده، واحد قصاد واحد. طب انا عاوز اخد من اتنين، اخد من اتنين انبوت، عاوز اخد من اتنين انبوت تاني بالراحه، حاسه اني برضه بشرح سريع مفيش فايده. هاخد من الرينج، هاخد من الرينج فيلد، تمام؟ اخد انبوت من الرينج فيلد، ماشي الحال. واقول له اكزكيوت الرينج فيلد، هاخد نمبر، عاوز اشوفها فين؟ في الاوتبوت ده اللي هو نمبر 3 اهو، نشوف الرينج اهو، هاخد الانبوت اهو 4، شو نمبر هيظهرها لي هنا. يبقى في الريندر، الريندر هي النتيجه النهائيه، هشوف الريندر فين؟ هشوف النتيجه فين؟ في الاوتبوت. طب الاكزكيوت بشوفها فين؟ في الانبوت. طب لو انا عاوزه عندي اكتر من انبوت، عندي اكتر من انبوت ومش عاوزه اكتب الايديات بتاعتهم، نفترض انهم خمسه او سته، خمسه او سته، يوزر هيدخل داتا كتيره وبعد كده يدوس على البطن، يبقى اعمل له ات فورم، او ممكن ات اول لو انا عاوزه اعمل على كل الجافا سيرفر فيسز، على كل الصفحه اللي معايا، وتظهر النتيجه فين؟ هنا في الاوت بوت ده، الاوت بوت ده اللي هم كام بقى؟ اتنين، اجكس مسج 1 واجكس مسج 2 اللي هم الداتا دي اللي هو تحت ده، هدخل الداتا هنا فيظهر لي في اتنين انبوت، سوري اتنين اوت بوت، يدخل هنا وتظهر لي هنا، يبقى فوق اكزكيوت تروح للسيرفر، وتحت تظهر لليوزر من غير ما يعمل رولود للصفحة، لكن فوق لو انا دوست على شو نمبر بيعمل رولود لكل الصفحة. في درجة الحرارة اي رقم طبعا انفاليد عشان بدخل له حروف، في درجة الحرارة اهي، درجة الحرارة عندي تحت اهي، بقول له ايه بقى؟ باخد انبوت من اليوزر، تمام، اعمل عليها اجكس ايفنت في حاله ان انا كي اب، ورندر السي اف والكي في. هنا ما حطيناش اكزكيوت،
احنا شلنا الاكزيكيوت خالص، ما كتبناش خالص اكزيكيوت، عملنا ايفنت على طول عادي. عادي. ده استخدم جافا سكريبت اون ايفنت، استخدم جافا سكريبت، عمل كولينج الجافا سكريبت. ثانك يو. العفو. كل الناس مشيت الحمد لله. طيب يا شباب، انا كده اعتقد ان قلت اللي عندي، يعني مش عارفه بقى هل وصلت ولا لا. اتمنى من ربنا ان تكون الامور سهله يعني، بس انا اعتقد ان الارجكس ما فيهاش صعوبه يعني. انا اهم حاجه اعرف استخدمها ازاي، الاتريبيوتس الخاصه بيها وفايدتها ايه اصلا. تمام، وصلت. طيب استاذ احمد حسن، عشان هو اللي قال شرحك سريع كده. مظبوط. استاذ احمد حسن وصلت ولا لا؟ ده اذا كنت موجود اصلا يعني. طيب يا شباب، المطلوب منا باذن الله، يعني احنا كده خلاص خلصنا المحاضره. المطلوب منا، التاسك اللي مطلوبه منا النهارده حاجتين. اول حاجه عايزين نعمل اجكس على سيلكت وان منيو ويتاثر على منيو ثانيه. يعني وصلت لك يا استاذ احمد حسن؟ يعني قدرت توصل للمعنى الخاص بالاجكس؟ تاني تاسك عايزاكم تدوروا على مشاريع معموله بالجافا سيرفر فيسز، او ويب ابلكيشن موجوده على النت معموله بالجافا سيرفر فيسز وتبعتوها على الايميل. مش عارفه ليه انتوا بطلتوا تبعتوا خالص. تمام، تبعتوا قصه المشاريع دي، تبعتوا التاسكات. مش فاهمه ليه يعني، هل في مشاكل ولا حاجه؟ بس ربنا يسر وتقدروا تبعتوا. يبقى عندي اول تعملوا هتعملوا اجكس على سيلكت وان منيو، وتاني تاني تاسك تدوروا على على النت عن مشاريع خاص جافا سيرفر فيسز او مواقع معموله بالجافا سيرفر فيسز وتبعتوها. بشكركم وبتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير ان شاء الله.